طيب خلينا نبدأ بهاي هاي الانزيم سيتوكروم بي 450. خلينا نبدأ بال 1A2 هذا انزيم. السبستريت اللي بيعملهم ميتابولايزيشن ال 1A2 هي هاي الأمثلة، يعني ثيوفيلين بالشاي يعني، ويعطى كدواء أيضا من الأدوية النفسية الدالوكسيتين هذا مضاد اكتئاب معروف، كلوزابين ولانزابين هاي مضادات ذهان، في عنا زوتيبين أسينيبين تمام، وماني ترايسايكليكس والأجوميلاتين. مهم نعرف هاي الأشياء إنه هذه سبستريتس لل 1A2. إيش يعني سبستريتس؟ يعني ال 1A2 هو بيعملها ميتابولايزيشن. طب إذا إجانا دواء وعمل inhibition لل 1A2 زي الفلوفوكسامين والسيبروفلوكسستين سيبروفلوكسسين فلوفوكسامين هذا من أدويتنا مضاد اكتئاب، لكن سيبروفلوكسستين مضاد حيوي، لكن هاي بتعمل inhibition لل 1A2. لما تعمل inhibition لل 1A2 هاي الأدوية إذا كنت بتاخذها بطبيعة الحال لأنه ما راح يصير لها ميتابوليزيشن بسهولة راح تزيد نسبتها، فلذلك بدك تاخذ في الاعتبار موضوع الجرعات. ومش بس هيك، هو في ناس اصلا بيكون هو الانزيم اكتيف زياده عنده، او بعض الناس بيكون بالعكس سلو ميتابوليزيشن عنده، فهذا بيتاخذ بعين الاعتبار. عشان هيك احنا بنحكي عن هالانزيمز بطبيعه الحال بدنا نعرف شو الميتابولايتس، شو السبستريتس اللي بنعملها ميتابوليزيشن باي ذس انزيم، واثر الادويه مع بعضهم البعض تمام. فبطبيعه الحال ممكن نفهم انه الكلوزابين لما نعطيه مع الفلوفوكسامين اثر الكلوزابين بيزيد، فانا فعليا وكاني زدت الجرعه تبعت الكلوزابين او الاولانزابين. مهم نفهمها هيك. طيب في ملاحظه مهمه خليها والله في مقطع لحاله.